سمكه من اسماك الاعماق ونادرا ما هتلاقيها في السوق، لان محدش بيستهدفها وبتطلع دايما في الصيد العارض اثناء استهداف سمك المرجان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكه الكلب او الكلاب، وفي ابو قير اسمها ابو روث بس طبعا بالصيغه العاميه، وفي ليبيا اسمها لوبو او ذيبه، وباللغه العربيه اسمها خرشونه المتوسط، وبالانجليزي اسمها فوركت بيرد او ذات اللحيه الشوكه، وعلميا اسمها فيزيس فيزيس نسبه للنباتات اللي هي بتعيش فيها. سمكه الكلب اكتر حاجه بتميزها ان هي زعانفها داير ما يدور حوالين جسمها وكلها متصله ببعض، عدا بس كده مثلث فوق الخياشيم، مثلث من الزعانف منفصل عن بقيه الزعانف اللي على الظهر. جسمها مضغوط وعريض شويه باتجاه الراس ورفيع كده مسحوب باتجاه الديل. بقها واسع وشفتها سميكه وعندها صف كده من الاسنان الصغيره، وعندها دقن صغير كده تحت الشفه مباشره زي الدقن كده بتاعتي، وغير الدقن اصلا الطويل اللي هو تحت الخياشيم. الدقن بقى اللي تحت الخياشيم ده عباره عن شعرتين كبار، كل شعره منهم مشقوقه نصين بالطول، ومن هنا جت تسميه ذات اللحيه الشوكه، ان اللحيه بتاعتها عامله شكل شوكه. السمكه دي عندها اخت من نفس عيلتها في البحر المتوسط، وتعتبر هي اختها الكبيره لان اسمها اصلا جريتر فورك بيرد او ذات اللحيه الشوكه الكبرى. طيب في عيله اسماك ثانيه في البحر المتوسط اسمها عيله الكودلينج، عندها نفس شكل سمكه ذات اللحيه الشوكه، وفي منها اربع افراد في البحر المتوسط، اللي هي العيله الثانيه دي في منها اربع افراد في البحر المتوسط، اشهرهم المورا مورو، ودي نلاحظ ان الفرق بينها وبين سمكه الكلب ان دقنها اللي من تحت الخياشيم صغيره، وكمان الزعنفه اللي من تحت مش مستويه، معرجه كده فيها مكان فاضي في النص، واكثرهم ندره، سمكه بطنها كبير وعندها قدره فائقه في البلع. نرجع تاني لموضوعنا، سمكه الكلب او ذات اللحيه الشوكه موجوده على الساحل الغربي لقاره افريقيا والبرتغال، وموجوده في كل سواحل البحر المتوسط. سمكه ذات اللحيه الشوكه سمكه ليليه، اغلب الوقت بالنهار بتكون مستخبيه في جحر وكنه، بالليل بتبدا النشاط والحركه والصيد، وهي بتحب القيعان الرمليه او الطينيه اللي حوالين الصخور. بتعيش على عمق من 13 متر ل 650 متر، والعمق المفضل ليها من 100 ل 200 متر. توصل للبلوغ عند طول تقريبا من 32 سم ل 36 سم. عدد الاناث يعني يكاد يكون ضعف عدد الذكور، وهي بتتكاثر في الربيع. طب ليه الصيادين سموها سمكه الكلب او ابو روث؟ طبعا بالصيغه العاميه، يعني ما فيش اسماء اسوء من كده بصراحه، لانهم بيقولوا ان ريحتها وحشه. فعلا انا لما اشتريتها حسيت ان ريحتها هي صعبه شويه، بس انا قلت هي اصلا جايه من المراكب اللي هي جايه من الغرب، والمراكب دي اصلا بتقعد كذا يوم في الميه، مش كل السمك بيستحمل. في سمك لما بيقعد كذا يوم على المركب ريحته بتغير كمان. ممكن يكون السبب ان ممكن يكون في بواقي اكل جوه بقها بيبقى شبه متحلل وبيكون عامل ريحه. لما جيت نضفتها لقيت فعلا في بواقي جمبري وبواقي سمك متحلل جوه الخياشيم بتاعتها، ولما نضفتها تماما وشلت كل حاجه منها يعني ريحتها اتحسنت بنسبه 90%. بس برضو لما سويتها لقيت لحمها ناعم شويه، وهي على مستوى العالم مش محبوبه قد كده، مفيش غير البرتغاليين اللي بيحبوها. غريب في الموضوع ان البياع كان عايز يدهني ب 120 جنيه على اساس ان هي وقار، وطبعا هي مش وقار، واصلا مفيش وقار ب 120 جنيه. انا المشكله ما بعرفش افاصل خالص، ما بعرفش افاصل نهائي، مع ذلك خدت الكيلو ب 50 جنيه، فتخيل بقى لو كان اصلا واحد بيعرف يفاصل كان خد الكيلو بكام. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.